شرفت وزملائي من مركز الملك سلمان لأعمال الإغاثة الإنسانية بتسليم 50 طن من التمور، وهي هدية من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، وهي هدية للشعب الجزائري الشقيق، وهي كل عام تقدم للأشقاء الجزائر، وهي تلم عن مدى عمق العلاقة الراسخة والقوية بين المملكة العربية السعودية والجزائر. وأيضا كما تعلمون الحمد لله أن العلاقات السعودية الجزائرية هي علاقات قوية جدا، ونأمل ونعمل سويا على تحقيق تطلعات قيادته البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون إن شاء الله. تنسيق قائم بين وزارة الحج والعمرة في المملكة وديوان الحج والعمرة والسفارة، وبعد أيام قليلة إن شاء الله سوف يتم منح تأشيرات الحج للأشقاء الجزائريين. كل شيء على ما يرام الحمد لله. مرة ثانية يتلقى الهلال الأحمر الجزائري هدية معتبرة من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين الذي نتوجه له بكل الشكر والامتنان، كذلك نتوجه بالشكر إلى ولي العهد الملك محمد بن سلمان اللي قدموا لنا هذه الهدية المتمثلة في 50 طن من التمور، اللي نأكد مرة ثانية بلاهي المرة ثانية حتى العام الفائت استفاد منها الهلال الأحمر الجزائري، واللي حتتوجه لبعض الولايات والتي ستتوزع خصوصا على المساجد وعلى المدارس القرآنية. هي هناك تعاون كبير بين الهلال الأحمر الجزائري ومركز سلمان كذلك الذي نتوجه له بكل الشكر والامتنان، كذلك نشكر سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر الذي كان دائما مرافق للهلال الأحمر الجزائري ومساعد له وخير وسيط بيننا وبين المملكة العربية السعودية.